هلا بالنسبة للدخان، أول شيء بنعمل مشاتل، نعمل مشاتل بس يطلع المشتل نزرعه صف هيك صغير، بعد 40 يوم بصفي الشتلة كبيرة، بنسويها بنقطفها كيف عم يقطفوا هلا، بنقطفها بعدين بنشكها لتيبس، بنعلقها على السقالة لتيبس، بعدين بنصفطها وبنعبيها. هيدا الدخان. أكيد صعب، بس الواحد يعني كيف بده يعيش، هيك بدها تستمر الحياة. يعني تصور واحد يكون مهمل أو يقعد ويجي يبعث له الله بالسلة ليعيش، بده يسعى ليعيش، بده يشتغل عشان يقدر يواجه الحياة. الدخان اجى على لبنان عبر التجار، كانوا يروحوا على اوروبا، فهذا الدخان اسمه عندنا البزري او النبتي، نبتي بلغاريه اسمه، البلغاريه يسموها سعدة ستة وسعدة اثنان، يعني تهربت عبر، بسموها كانوا يقولون بالتاريخ هي نوع من العكاز، العكاز العصاية، ثأبوها في من فوق لتحت، حطوا البزر فيها وسكروها على اعتبار هون تيتخطوا عملية التفتيش، نقلوها بهالطرق هذه، كانوا يحكوا لنا الأجداد، وكانت تزرع بفلسطين وبلبنان بشكل مكثف. فهون صار ما عندي وسيلة أو فيش خيار آخر إلا هو زراعة التبغ، يعني في تركيز قوي، أو فينا نقول عصب الحياة بهالبلد هو زراعة التبغ حاليا، بعد منه بيجي الزيتون. كانت الناس تعتمد على يعني موسم السنة اللي هو بدها تاكل منه وبدها تعلم منه وبدها تجيب أواعي منه وبدها تجيب
طبابي منه، يعني كل شيء بيتعلم بالمعيشه بجنوب هو من هذا الشكل. اكثر الناس بجنوب، اكثر الناس بيعتمدوا على الدخانات. يعني لو في شغله، لو في شغله عندي انا احسن منها ما بشتغل، بشتغليش، وشغله صعبه كثير 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 صعبه. منه الناس يعني بيعتمدوا على شغلة ثانية تيسمتوا الشغلة، إنه هو الموسم ما بيكفي. الموسم عم يتدين على الواحد 3 مرات الموسم. من البنك بده يجيب مرة، ومن الدكانة بده يجيب موت السنة مرة، والطبابة والحكمة واللحمة والكذا مرة. 3 مرات موسم التبع بدنا نتدين. بعد شوي هلا شو بنعمل؟ كل خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جمال مع بعض، وكملهم بهالشكل هاي بنعلقهم ليجف على الشمس. هلا بنعلقهم بهاي. كانت هي عم تصفت العالم تدخل المشات، يعني السنة كانوا عدوها 14 شهر. كل العائلة مسخرة من الكبير للصغير، يعني أنا دير بالي على زمن بي لما نروح نقطف دخان، صرت نكره، صرت ما عادش حب بي وأمي، ما عادش حبهم قد ما بدي أروح أقطف بالليل، بدي يقوموني شي الساعة 4 الفجر، بدي أروح نقطف، نجي من القطيفة ما نرجع نشق، من بعد ما نشق ما نرجع نعلق مثل هالشكل ها، مثل ما معلقنا هنا. نحن عم نشق بالمي برنخفي، نحن عم نشق بالمي بس بي يلفت نتفي لورا تلاقينا قلبنا بالاخر فيلم يمكن بتسجل. وحياة تقشف يعني، والله مزارع التبخ عايش عيش منيحة وعيشي رفاهية وعيشي غلاء. كله احترق، هلا اقتريته شفت الكذيب، بس لهونيك تصور لهونيك تشوف الكذيب جاي، بس تجي الكذيبه عم تحرق الدخان. بعدين تركناه 40 يوم يبس ما عادش يسوى. هلا نحن اخر قطفه عم نقطفها، هي في 4 قطفات، اخر قطفه هاي اوليك 3 قطفات راحوا ما عادش في، يعني في خساره 3 قطفات، يعني في خسارة شي 2000-3000 كيلو. يعني التسعة خلص ما عاش فيه دخان، كله قطف. هلا نحن تأخرنا اليوم، نحن شهر 10، في شهرين. هلا ما بي بس الدخان زيادة عشان في ما في شوب، هذا الدخان بده شوب. كله هذا هلا ما بجيب 400 كيلو 500 كيلو، كان يعطي 3000، يعني في فرقت
2500 كيلو كله راح بالارض. قديش بدها تجمع فيها هذا؟ هذا عشان الطربونه ما بتزين. ان شاء الله يطلع 300 خيط 400 خيط. والباقي كله راح تلف. يعني ايام الحر خلص يبسوا يبسوا على امه. اللي انضرب انضرب. واللي بقي يبس. واللي احنا يعني اللي بقي هون. هذا كل شيء اليوم. طيب شو بدها تعمل؟ اللي راح راح واللي بقي صار تالف. قبل الحرب كنا قطفين. وبعدين بالنسبة للدخان اللي عنده رخصة عم يجيب 6 مليون 5 مليون دخان. كنا نحن جايبين 6 مليون على الرخصة. لما قبل التهجير كنا عاملين يعني دور يعني قدار دور يعني 100 خان. 100 خيط بدنا نحن بدنا نعمل 400 500 خيط ليسكر مثلا البنك الرخصه. 100 خيط لما رجعنا بعد شهر مش دغري طبعا نحن بلشنا بالدخان يعني بعد 20 يوم عملوا كشف على الدخان عملوا كشف اذا في عنقوده مع عنقوده رجعنا رحنا هول اللي خانتنا هيون حد منه قطفنا الدخان انا عم بقطه كنتش استرجي خذ اولادي طبعا انه في عنقوده الولد نقول له هي عنقوده وهيدا هيك بس ولد خاف يعني ولد هيدا انا عم بقطف هون اللي طلعت حامل الدخانات اللي هي العنقوده بنجري العنقوده خفوا قلت له لجوزي انا ما عادش بدي اقطف يا عمي قلت له ما عادش بدي اقطف طفش لانه العنقوده يعني لقيتها بنجري يمكن مرتي الجاي دعس علي رجعت عاودي انا ماشيه مره ثانيه كمين عنقوده ثانيه ما اشتركت هي مبينين يعني متروكين الدخان ومطرح اسمه الجبل طالعين بالجبل رحنا على القطيفة وجاي غراب هونيك وجاي في عنقودي بس متفجر يعني ما حل ما في عنقودي بس ضلت محتاط يعني مش كله متفجر قطفت 30 خيط اكثر من 30 خيط صرنا نخاف نروح على المطرح يعني وقت تحملهم مسير لانه بالاول السياره تنسى بس السياره ما عادش تحملهم مسير اي والله اجوا بس اجوا الاولاد نحن لما نحن وجينا من التجار قال لهم بيون هذه العنقوده هذه عنقوده بقول لقينا الانويع كلها عندنا والله شيء بعدها مثل الكونبلي شيء بلا الكونبلي مثل الجرس مش بالشيء لقوهم هن صاروا يعرفون عندي صبي عمره 5 سنين اللي ماما انا لقيت عنقودي ما خدتش قطفه قال لي ماما انا لقيت عنقودي قلت له وين؟ قال لي بزيتونات سليمين رحنا على زيتونات سليمين اللي هن بالفعل ملاقي عنقودي نعم ايه كانوا هن معلمين هيك صار خيو امن عند كل ما معلمين حجر احمر ملونينه برجع حوق لهم اياهم بحجر الاحمر يعني هو عين الاولاد بس عم مثل ما عم تقول بيظهروا بس محتاطين ايه بيطلع مثلا مرات صاط عم يفجروا الجيش عم يفجروا بيفزعوا اللي بيقولوا بس هكون طلعت بحالها حدا دعس عليها بكونوا هن يعني محتاطين لها بس يعني وليد يعني بخاف يعني بيقولوا بخاف بخاف في محلات ما كشف عليها بعدها يمكن بعيده شوي عن البيوت بس بعدك رايح جاي عندك موسم زيتون بدها تروح العالم وتجي على الجبال على الوديان بتفاجئ فيهم انه والاصعب من هيك والاخطر هو الشتاء اذا شتت الدنيا معالم الارض رح تتغير ممكن هي تندمل بالتراب ممكن بيصير في مطارح فيها سيول بتجرفها من مطرح لمطرح بتغيرها محلها هذه المشكله هون المشكله بدها تصير بعدين يعني كل سنه بتزيد خطورتها مثل ما عم نعاني هلا من الالغام اللي كانت بالسابق قبل التحرير واللي بعدها عم يصير فيها اصابات عم تبين هلا نفس المشكله رح تورطنا يعني كنا عم نحسب انه يمكن 20 سنه حرب تقريبا نظفنا البلد مطرح ما بشتغل انا كنا هيك بنقول هلا رجعنا قلنا جددنا 20 سنه لقدام يعني هذه مشكله بدك تعاني منها ل 20 سنه وبلشت الاصابات تبين بقطر 50 متر ممكن تاذي لانه بتعمل تشظي معدن وفيها متفجرات فيها ماده البونتريت هلا هي اكثر شيء اللي بيستعملوه للمقاتلين هالقنابل العنقوديه بيقصدوا فيها المقاتلين
بس حسب ما رميين هون والمناطق اللي رميين فيها ما قصدين المقاتلين، حتى قصدين الشعب بس يرجع مواطنين العاديين، وبس ترجع كمان بتنأذى منه، لأنه في بساتين، في بني بيوت تنقول فيها وجود عسكري أو مسلحين أو أو أو، ما في مناطق عادية مدنية، وعدد كبير اللي رموا بتحكي بمليون ومئتين ألف قنبلة. هلا مين عم ينأذى منه؟ هلا القنابل عنا دي مين عم ينأذى منها؟ حزب الله، مواطنين مدنية كبير وصغير اللي عم ينأذى.